نكبر، نصلي، نذبح، ثم نصل الضحى، ثم نتزاور أن كبار أن زاد، ثم لا بد أن أغاس تضحية وخفي السابق سبحانه وتعالى شيء جديد، ثم لا بد أن زار أهل النار، أن زار أصدقاء النار. كم من مريض حيش مهرش يتجاوب ذلك اللي هو أوصيكم وأوصي نفسي أولا، أول من يزار الوالدين. أمس والوالد زار، لروك يشتغل في ذنبه أول واحدة زار هي يماش باباش، زميل ميه يماش باباش قبل زوجتك، قبل أبنائك، تبريد هارواش، تبريد الغامش، يماش باباش. ثم الأهل اللي يجي جدي هالدهف، ولا تنسى أكني وسط إيش الوصية، خذوا الزيز يسندوا أخواتكم وتشمش كالطراجة دي هموات قرص خفيت كدوميلو فريل خفيت كروة خفيت إسقاط، فإنك عزوتها شكل عزوة الناس، شكل نفوس الناس، شكل قوة الناس، الناس خمس دقات خمي خاز تدفن تشا الدنيا تكبر في الدفاس ما له مس وخاز تمشي غادي الدار تشا على أنه هو غاز عندي الدنيا في القرص الدنيا. تتسلم في مغارب ما يلزم خاز باباس باباس، وكي خمي خاز تدفن باس فرح كتار قرص غاري غاري عمره وخاز فلا تنسى وكتوز شيء سنبه الله يجب أن يكون. وفي هذا اليوم الكريم اجتمعت مجموعة من العبادات، اتصل عبادات الجماعة معها بعض العبادات تقنتت المؤمنين المؤمنون بجهم شن معين يعني يروح الغرح. أما عامة أهل الأعاهد الإيمان عامة المسلمين في فرنسا تقن مجموعة من العبادات، فنهار الحجاج تقن رمي الجمرات، ثم غرس، ثم تكفار، ثم تقن الطواف، ثم تقن السعي، مجموعة من العبادات هنا. والشيء اللي في المرا غايث الله من الحج نتكبر نتغرس نتزاور ويويا الأهلنا والأصدقائنا غايثبتنا غايمهراش من يمد جالسة ودي هدى مداش بجتا. فهذا اليوم هو يوم عظيم، هو يوم العبادة، هو يوم الفرح. بماذا نفرح؟ بيجي نفرح؟ نفرح العبادة انت، نفرح هذا هو الفقر سبحانه وتعالى غال عبادة ذلك انت النهار، سواء يثمر النوم أو تغادر للبقعة المقدسة للحج. فالحج يرمي الجمرات ويكبر ويطوف ويلبي والساعي وكذلك المصلي الذي يذبح والذي يذبح فإنه يذبح بسم الله. فعندما يرمي الجمرات فإنه يرمي بسم الله والتكبير، وعندما يطوف يلبي ويكبر، وعندما يسعى يكبر ويلبي، وعندما يذبح يقول بسم الله الله أكبر. إن كل هذه العبادات هي مناط للتوحيد، إن شيء كلفين أن العبادة أتنقص التوحيد أي أتنق لله تعالى وتبارك. فكل من أدخل في عبادة من هذه العبادات شيئا من الشرك فقد ذهب عمله هباء منثورا. العمل الذي كلها رب سبحانه وتعالى في نهاري الأول نهار القرار انت مرخاس السجلس مرسل في الدنس الشرك
كلشي بطل، شحال تمالا تروح بطل، وانما عليك الفعل ان روحك تبطلوها واش غادي ينتهى، وانما عليك الوزر خاك المعصيه خاك الاثم تجيك يد والعياذ بالله. فكبر الله اكبر، واذا نحرت فقل بسم الله والله اكبر، واجعل نحرك وذبحك لله تعالى خالصه لا رياء فيها ولا سفعه. عباد الله، انتم تعلمون جميعا ان الله غني عن العباد، رب سبحانه وتعالى استغنى ويحييه رفع عيننا ولا يورنا ولا الصلاه ولا العباده، سبحانه لا اله الا هو. إذ وليش التكليف يكلف الله ربي سبحانه وتعالى باش يسلكم، ولكن على أساس التوحيد. لم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ربي سبحانه وتعالى وهي تكفل بالسوق ولا ذنب للسجن ولا ضرر للجنية، من تتقوى ربي سبحانه وتعالى يتقوى التقوى إذا نك خميضا بالعبادات عز الله غير النفر ربه سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يسعر الله تعالى وتبارك الفعل أنه تقوى وإن لقعد الغرب سبحانه وتعالى هذا بجزاء خاص الجزاء الحسن. وإن صعد إليه فعل منا كان على السيئة وكان على المعصية وكان على الشرك والعياذ بالله كنا من الهالكين. اللهم انا بك نستعين وبك نعود يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اذا عدتم الى منازلكم فباشر الذبح من غير النوم وليس مجد التصحية هذه خاصة. فقد زجرت الذبيحة سوس الذبيحة طبعا إلا أن تكون بقرة أو ناقة، أي يجوز يغرقب نهار سلاس مرين يجوز مجمع تغرب ناقة مجمع تغرب نهار سجن طريقة بيغرفة أنت في الدول خاص نهار نصد أصدر. أما الكبش أما الشاه أتنسوه ثم نستقبل بها الكلة ثم نذبح بسم الله والله أكبر ثم تقول هذا منك ولك، اللهم هذا لك، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان اسم بن خنش وآل فلان، إن في غير باسطته بسم الله والله أكبر. وإياك تستشهد بها شديدون قل بسم الله والله أكبر. وإياك تفكر غير الله تعالى وتبارك وأنت تذبح، وإياك فوالله إن ذكرت غير الله في الذبح وعند الذبح وعند عزمك على الذبح فوالله ليكونن عملك محبطا. وأخشى ونغير أصحى السجن كذا غير بسم الله والله أكبر يرجيه لا يأكل منها أهل الإيمان. ثم بعد بسم الله والله أكبر تقول اللهم هذا منك ولك. يا رب النعمة شكيختي تمشي تقرب زيزراك، اللهم هذا عن فلان تقول سبش اللهم هذا مثلش اللهم هذا عن حسين وآل حسين. وربك أعلم ربك يسمى النمش ولكن تسمى النبي صلى الله عليه وسلم أم واحد يخبر لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو نفسه دار بخبر الله صلى الله عليه وسلم ذبح النمش ولكن تقول بلفظ ما يبني عند النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا يعني. قال صلى الله عليه وسلم عن محمد وآل محمد والحديث رواه الإمام أحمد.
ثم أمر السكين سعد إذا خرجت خذ بها سجن الطريقة لأن المسلم أهل الإيمان حتى خلق صلاصا غير سنسل إحسان الذبيحة خمد هذا السكين وتتعدى ثم خمد هذا الصلاص الجبار رجع تتمد لأن معنى أنه أنت تجي السك أنت تعتم الدم غير تجي قص أسجف لأن التلميذ في الدار تعذبت وهذا لا يجوز في الشهر أريح الذبيحة خمد هذا الصلاص جات خليت بديت تقصر جديدة بديت من الناس من يشرعون في تقطيع الرؤوس وسلخ الجلود والضحية ما زالت حية ما زالت تتخبط زشق إنسان تشد العملية ضربة مش تقل العملية شو المسيطة تخيض شيء ويزيد يتقل شيء سيطة السكر باش وقتي شيء وما بالك ليش زيوها فما بالك في الذبيحة أمر بالسكين وأحسن الذبح وترفق بالحيوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث المسلم فإذا ذبحتم فلتحسن الذبح وليريد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته ثم كل منها وتصفح وقاشق المسكين والجهل جاهل مسكين جاهل إيش مكسوم ليش وتصدق وبعض العلماء يقولون أن الثلث للأكل والثلث للادخار والثلث للتصدق قال بعض العلماء إنما ذلك كان لسنة معينة فقد نسخت والله أعلم المهم أن تأكل من ذبيحتك وتطعم وتتصدق بجزء منها لكن لا بد أن نتذكر أن في هذا اليوم في هذه اللحظة التي نحن نقف فيها أن كثيرا من أهل الإسلام مشردون عن الله قتلون يذبحون لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله في بورما في سوريا في العراق في ليبيا يذبحون على أيدي كثير من الناس يذبحون على يد أهل الكفر ويذبحون على أناس يدعون وينتسبون إلى أهل الإيمان لا حول ولا قوة اللهم إنا نسألك أن تنقذ إخواننا المستضعفين حيث ما كانوا اللهم نجهم من ذل الفقاة وأنزل عليهم السكينة والصبر وثبت أقدامهم وارحم من صار إليك شديدا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب يا ذا الجلال والإكرام من كان من أهل الطغاة من أهل الطغيان من كان من أهل الضر أهلا من إيمان فاهده يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ومن كان من غير أهل الإيمان ولم يكن أهلا للإسلام والإيمان فاقسم ظهره يا ذا الجلال والإكرام وكف أيديه عن أهل الإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم من كان من غير أهل الإيمان فخذ على يديه ودبره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ورد كيده إلى ظهره واجعل اللهم بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات ورد إليك المذنبين والعصاة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ملك البلاد اللهم أصلح المصلح على يديه وأرني الحق حقا وارزقه اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله نهار وقت تضع شخط كبير خميس صلاة حم ويدو شنك شمبرين هذه بالدرب تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شمبرين نوت ثم كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
وطرجة مش حامل مهم كوري جميل يبقى حبيب تتكبع نهارا انت مشاء افضل الشاء تفسير الله اللهم اجعلنا من اهل الايمان واجعلنا اللهم من اهل السنه واجعلنا اللهم من الذين يجتمعون عليها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله